احتمال كبير مع نزول هذا المقطع جالس ابث في تويتش. والله ارضى عليكم، تعالوا نورونا وشرفونا. في بث اليوم حنحاول نجهز اغراضنا عشان نروح نذبح التنين. واسم الاد ببث اعمل فولو عشان اول ما افتح البث يجيك اشعار على طول. قررت اني اطلع قلوبه جدا جميله واتقاد فيها مع شبح القلوب، وطبعا لما اتقاد معي راح يصير يعطينا ايتمات جدا رهيبه وبقدرات جديده. عشان هيك بنصحك تتابع المقطع من البدايه الى النهايه عشان تستمتع وتشوف جميع الايتمات الموجوده. والله ارضى عليكم، بدي مساعدتكم بشيء بسيط. انا قلت لكم راح اطلع قلوبي، يعني بحتاج قلوب كثير، فكل ما تضغط على زر الاشتراك راح يصير يجيني 1000 جديد واتقاعد فيه مع شبح القلوب. لما قلت لكم بدي مساعدتكم، يعني عن جد بحتاج مساعدتكم. كل ما تضغطوا اشتراك راح يزيد عندي قلوبي. شايفينها فوق، في عندي 1 من المليون، انا حاليا 2 مليون، فعشان اوصل 3 مليون بحتاج مليون مشترك، فمساعدتكم يا جماعه الخير. ولا خلينا نكتشف كيف اني ازيد قلوبي داخل اللعبه اللي هم تحت. خليني اشوف اكثر. اوه لما اكسر هدول الجراس بيعطيني قلوب. حلو، جميل جميل جدا جدا جدا. ولكن بهذه القلوب راح اقدر اتقاعد مع شبح القلوب واخذ منه ايتمات كوستم عشان نذبح تنين القلوب الموجود. بس خليني اجمع لي شويه خشب عشان اجيب لي سيف، وهذا السيف عن طريقه راح اذبح اي مخلوق داخل اللعبه عشان يتحول لي الى شبح القلوب. فاتوقع عين على شيء واحد حاليا، الاشي اللي قدامي الموجود اللي هو البقره. فيا بقره انا بعذر منك من الان، فانا اسف. ابلعيه واعطيني الشبح الجميل الموجود بايدي. وانا معاي شبح القلوب حاليا، خلينا ارسبنه ونشوف شكله. يا ساتر، حامل بايده المنجل، يا ساتر. طيب خلينا نشوف ايش بيعطينا ايتمات جميله. اول اشي عندي هارت بين، يعني قلب البين اللي هو زعلان، ولا قلب الالم، يعني انا اسف ولكن بخمس قلوب البرايس تاعه رخيص جدا. حلو، اول ما اخذت اتدمجت، وهذا هو السلاح اللي عندي. المنظر منظر قلب، ولكن فعليا كانه حلاوه، كانه حلاوه بقدر استغلها اني اطرف فيها. خلينا نشوف القدره تاعتها على هوا. ما فهمت، لما اضغط كليك يمين برمي القلب او العصا تاعت القلوب هذه وبصير يعطيني قلوب من الوحوش. خلينا نجربها اول شيء على الايرون جولم. ايرون جولم، والله اني اسف. خد يا ساتر، والله القلوب تشيل عندي كمان، ما توقع منه القلوب، القلوب بتطير وبتجيني يا حبيبي. خد 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 خد، موت بقول لك، ولك موت. خليني اجرب اني اضربه بايدي. حلو، بدمج لي 16 قلب، ولكن بقدر ارجع قلوبي اكثر. لا يخرب بيتك، لا تذبحني. الحمد لله صار عندي 100 قلب ومعي كمان ايرون. يعني اتوقع نرمي سيف الخشب وعمل لي سيف ايرون. خلينا نرجع شبح القلوب كمان مره ونشوف ايش في عندنا كمان. قلب الكتريك هارت، القلب الكهربائي، 50 قلب وانا عندي 100 قلب. اعطيني اشتري، بحكي لي كليك يمين تو يوز. كل شيء كليك يمين، ايوه كل كل كل، صار كانه يطلع مني كهرب. طيب كهرب هذه ايش فايدتها؟ لا فايده، والله موجود عندي القلب هون كمان، له مده معينه وبتروح من عندي. بجرب اني اذبح هدول. اوه لا 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 لا، شفت الان شفته؟ كاني لما زلت بالمي طلعت المي مكهربة، ولما تكهربوا ماتوا واعطوني قلوبهم، يعني اي واحد بقرب عليه بتكهرب كمان. خليني اشوف، لا ما فيهم فيليجر، هم في فيليجر. السلام عليكم يا فيليجر، فيليجر صغير مات، والله اني اسف. ولكن انت بتعرف انه بنحتاج نجمع بحلقه اليوم 1,000,000 قلب، يعني 1,000,000 مشترك. سلام عليكم يا فليسر، انت كمان. ايوه ما تعطاني قلوب. في واحد شكله كان هون، لا مش موجود. والله خوفي اني اذبح كل الفليجرات وبعدين بحتاجهم لقدام. خلينا نشوف شبح القلوب ايش بقدر اتقاد معاه كمان او يعطينا ايتمات كوستم. موجود عندي بف هارت ولكن ب 200 قلب، وانا عندي 120 قلب، واللي بعده ب 500 قلب، واللي بعده 1000، وهات 10,000، وهات 40,000. يخرب بيتكم والله كثير. ولكن اتوقع اذا برمي هذه العصا عند الحصان القلوب بصير تجيني. خذوا خذوا من بعيد من بعيد، ايوه اتدمجوا. يا سلام، جيب جيب قلوب، جيب اكثر، اعطيني اعطيني. صار في عندي 212 قلب. هل اشتري الايتم ب 200 قلب ويضل عندي 17 قلب؟ طب خلينا نقرا ايش بيعمل. بحكي لي وين ايت، لما اكل بخليني قوي معضل، لما اتدمج بشحن بطاقه، ولما امشي بكسر البلوكات. وانت بتعرف لما اكسر البلوكات يعني هدول بصيروا يعطوني قلوب اكثر. فخلينا ناكل ايتم وشكلي تغير، صرت معضل. يا سلام، انت حركات كمان، اضرب بايدك على الارض يا صهيب، هذا اللي بدي اياه. وهلا كل ما امشي المفروض يعني يصير يعطيني قلوب اكثر. يا سلام يا سلام. طبعا القلوب يا جماعه الخير وانا بتحرك كل القلوب تقعد تجيني تلحقني. لما تدمجت اجاني سماش. اوه هذه الحركه شكله هلا
الرعب لما تدمجت اشد الطاقه ولما ضربت بايدي صار في دمج. انا اي واحد هلا وحش حوالي اتوقع انه راح يموت. هلا حبيبي لما انا اكسر البلوكات المفروض يجيني قلوب. لا هيك بتضحك علي انتو، والله انضحك علينا يا جماعه. قاعد ما بيعطيني قلوب، اعطاني من الايرون. طب بدنا ايرون اكثر. طب الفحم بيعطي، فحم بيعطي 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 الفحم. يا سلام اعطيني اكثر اكثر. بدي احاول اجمع تقريبا 500,000. جمع جمع يا صهيب، خد شفت عشان تطلع لفوق بتجمع هدول. حبيبي كسر. ايوه في صوت زومبي. زومبي اين انتم؟ باكل القوه هاي 16 ثانيه وفعليا ما استفدت منها كثير لان البلوكات الستون قاعد ما بتعطيني قلوب. لازم قرات، وانا حظي بالقرات مش مبين عندي قرات. شو حظي هذا المعفن؟ ثواني رجعت شخصيتي على الشكل الطبيعي اصلا عادي. بحاول ادور على وحوش عشان اضربهم بالعصاي ويصيروا يعطوني قلوب، ولكن ما في وحوش. فافضل حل اتوقع ان اطلع السطح، واحتمال كبير انه يكون الليل اجى. خلينا نذبح هدول على السريع. موتي حبيبي واعطيني قلوب، صار في عندي 200، ولكن انا بحتاج اقل شيء 500,000. شو يا جماعه مستوب بلاش كسر يعطيني حجر قبل ستون. شال المود المضروب هذا، مودكم خربان. بدي احاول اطلع على السطح فوق. والله يا انه حظي معفن. انا في عندي ايرون ولكن مش مطبوخ. والله هذه مصيبه. لا شوف شبح القلوب ممكن يعطيني شيء استفيد منه. والله ولا شيء بقدر استفيد منه فعليا. حبيبي راسبنوا لي وحوش ولكن وينهم؟ وش عندي بالكف هون؟ لا مش موجودين. اتوقع موجودين على السطح، فلازم اني اروح لهم واذبحهم. واتوقع كمان بقدر اجيب من خلالهم قلوب كثير في العصايه الجميله اللي معي هاي. الحريه والدنيا ليل، ولكن الوحوش الرسبنات ماني شايفها. هيو ماي قدامي، ايش هذا الشكل؟ انت شفت شكلهم قبلي؟ لا والله منظرهم رهيب، عندهم قلوب، هم قلب، وحش القلب. مرحبا حبيبي كيف حالك؟ ممكن تعطيني قلوب كثير؟ لا 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 هدي هدي هدي. اتوقع انه هذه ما بتعطي قاعده قلوب كثير، فخلينا رسبن ذبح القلوب. اشتري ب 200؟ لا والله ما اشتري، خليني اشتري هاي تاعت الكهرباء، اتوقع انه بصير يعطوني قلوب كثير. السلام عليكم، ممكن تتكهرب؟ الله يرضى عليك، كمان ما بقدر اتحرك من مكانه، ما اعطاني قلوب. لا والله بتضحكوا علي هيك، لا والله قلت ادب هاي، قلت ادب، انت موت موت معفن. طب هي الوحوش دول بيعطوني، ليش هذا ما بيعطيني؟ خرب بيتك موت معفن. طير 1 موب هاب جت سترونجر، الوحوش صارت اقوى. حبيبي هذا ما كنت حاسب حسابه، ولكن صهيب موجود يعني هون قوه، يعني هون تتكهرب يا حيوان انت يا معفن يا سبايدر. عطيني قلوبك. قربت اوصل على 400,000، يعني 500 قريبه جدا. واحلى شيء مبسوط انه الدنيا ليل حاليا. وصلت 500,000، يا سلام يا سلام. موت انت وانت كمان موت، ونجيب ذبح تاع القلوب هذا الجميل واتقايد معه بقلوبي الجميله. السلام عليكم، ممكن تعطيني كومبلي ب 500,000؟ يا سلام جيبها جربها. هي قاعد الهنا هذه معفن، اتركني بحالي. يخرب بيتك يخرب بيتك، روح ايش اذبحك. ها اتركني. لا تقول لي هذه الكومبلي تاعت الشبح، لما احملها بتجيني فجر فيها. يا صادر الانفجار بيعطيني قلوب كثير. هذا الكلام من زمان يعملوا لي هيك، صار عندي 1000. ارمي اكثر اكثر اكثر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، واللعبه عماله بتعلق، وجهي كله صار احمر. وصلت طير 2، بحكي لي الوحوش كمان صارت سترونج اكثر. طب سترونج يعني لاين يا حي، يعني اذا الضربه قد ايه بتدمجني؟ كم من 1000 بياخذوا مني؟ تقريبا عادي مش كتير قوي. حبيبي جيب هاد، خلينا نجيب الاشي اللي بعده اللي ب1000، وعندي هاد ب10,000 وانا عندي 3,000. يعني نرتب الوضع اللي عندي عشان نشوف السلاح اللي بعده. بحكي لي ترومي بيعمل انفجار وبجيب القلوب، يعني كليك يمين بفجر والقلوب صارت مختلفه، صار لونها بنفسجي، بطلت حمراء، صارت مكس التنتين، قلوب حمر وقلوب بنفسجيه. يعني احتمال انه صارت القلوب تجيني بشكل اكبر. شوف 4,000. ارمي 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 ارمي، يا ساتر بتدمش انا. طب بدي اعمل حركه، بما انه قلوب يعني كثيره بس ممكن اني اندم. بدي احاول اضرب تحتي واشوف. ايوه بتاثر، بطير لفوق ولكن ما بطير كثير. وصلت طاير 3، وكان كاتب شغله ما انتبهت لها. اتوقع كمان الوحوش صارت اقوى. بما انه وصلت 10,000 بقول لكم خليني اوصل 11,000، اضمن انه ضل عندي 1000 او فوق ال 1000. ونجيب هاد ونجيب تمن وولف الفرند. اوه بصير عندي صديق، صديق البانكيك. قول شوف يا صهيب. اه والله رسما، هلا والله يا مرحبا، مبتسم كمان. شوف صديقي صار، اه والله صديقي صديقي الصدوق لما ضربته صار متوحش. يخرب بيته ليش كلك دموي؟ لا 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 والله خايف منك انا، روح روح ابعد عني. يخرب بيتك يا معفن. راح الحمد لله انه راح راح. ليش عندي احساس انه هاد متوحش مش علي؟ لانه كانوا كاتبين عليه انه فرند، فاحتمال انا بفكر فيه انه يكون متوحش على الوحوش، يعني يكون حيوان الاليف ويقضي على الوحوش اللي حوالي. يعني هذا اذا جيت قربت على السمكه وضربتها يهجم عليها؟ لا ما هجم، ممكن الوحوش الوحوش. يعني هذا الاول ما يرسبنوا. خرب بيتك. فاجأني يخرب بيته والله انه فاجأني. ايوه العب ضربه واحده تبعهم وقلوبه صاروا
30,000. تعال 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 اذبح لي هذا المعفن، اذبح اشوف كم بيعطي. 7,000 فقط من وحش القلوب، لانه قبل ما كان يعطيني، كان المفروض انه هاد يذبح لي اياهم. والله انك انت مرتب مرتب مرتب. ذبح القلوب تعال، وخلينا نشوف اللي بعده. اللي بعده ب 40,000، والله كثير. اضرب هادي واضرب هادي، طلعوا لي كهف من تحت عشان يكون مرص من وحوش، والوحوش اذبحها فعليا بالكوكي اللي عندي. هاد وين راح الكوكي؟ الكوكي يا صديقي، لا لا يكون اختفى، راح علي. لا لا والله ارجع اشتري كمان مره. تعال وينك انت؟ ب 10,000، ولكن هذا ب 40,000. ناخذه، انا بدي اشتريه لانه ممكن يكون يعطيني قلوب اكثر. نحطه في اليمين، يا سلام منظر جميل. رجع لي رجع لي رجع لي، يلا والله يا اهلين يا ويلكم باك. خليني اركب هاي واشوف العاب حركات. شوف والله بنط عالي. طب هاي ايش الفايده منها؟ نط وبعدين ايش يصير؟ لا تعالي 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 ارجعي لي اشوف. والله ما لها فايده ما لها فايده. ها 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 اذبح اذبح السمكات، جيب لي قلوب اكثر. بدي اشوف هذا البورد، هاي اذا دعست الفلجرات بيعطوني قلوب. اه والله بيعطوا 15,000. في سياده فلجرات، انا اسف الفلجر. تعال تعال خذ فليب. 2000 26,000. لا والله شكله هاي قويه جدا. طب انا بدي انزل كهف ولا نيجي على السمك هذول. السلام عليكم، ممكن يعني اربع علي عشان تموتوا؟ ايوه ايوه القلوب صار لونها غير، صارت بنفسجيه وحمراء وخضراء. لا تعال تعال اعطيني كم تطيها يا صهي. تعال تعال موتي 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 يا سمكه. والله شكله ما بقدر اذبحها. 45,000 كويسه. والايتم اللي بعده 80,000. لا والله شكلها هاي بدها نزلت كهف. غير أربعة موب هاز جيت سترونجر. حبيبي أنا كل ما يزيد قلوب الوحوش بتزيد قوة، ولكن أنا ما عندي أي مشكلة، أنا حاب يجيني وحوش عشان الكوكي تاعي. أيوه هي موجود. لا صرت مبسوط. لا لا بدي إياك، أنا معصب حبيبي. تعال تعال عند الوحوش الموجودة هون. والله في وحوش، والله في زومبي هون، خليه يجيني قرب. وأنت يا كوكي وين رحت؟ ممكن تيجي؟ لا الكوكي كان يعطيني 7,000 صح؟ شوف الزومبي ده بيعطي، لا بيعطي قليل قليل جدا كمان. مرحبا كيف حالك؟ أنط عليك بيعطي أكثر. أوه لما أرد عليه بيعطوا أكثر من 61. ها ما اعطاني كثير. لا لا أنا لازم هاد هاد. عصب أنت. أيوه هيك عصب. روح اذبح للوحوش واعطيني قلوب كثير. أيوه في سكريتات فوق، روح اذبحهم اذبحهم. تعال ولك تعال تعال اضربهم. ايوه واحد اثنين اللي بعده ثلاثة. والله حتى الخفاش ما بسم من شره. صار عندي 100,000 110,000. يا سلام رسبن هاد لاقول لك. تعال جاي اعطيني هاد 80,000. هذا درع القلوب. طب لما اضغط كليك ما ايش بصير؟ اوه برسم حوالي قلوب او درع القلوب. اتوقع اذا قربت على الوحوش يا بنحمي منهم يا بموت. يا حبيبي خلص وقف. صار عندي 62,000 حبيبي. هذا الكلام هذا الكلام بدي اياه. قلوب كثير 77,000. ولكن الايتم اللي بعده بحتاج عشان اجيبه 100,000، واللي بعده 200,000. لا لا طيب هدي جيب اول شيء ابو 100,000 وبعدين بجيب ابو 200,000. وحوش اربو تعالوا بحتاجكم لاول مره. انا بطلب صهيب الوحوش تجيني. تعال حبيبي وات ليش ما موت؟ ايوه موت يخرب بيتك. خفاش موت كمان انت خفاش ما بحتاجك. زومبي خفاش كمان. ايوه زي هيك هذا الكلام الحلو. مرحبا سكلتون. اتوقع اجى الوقت اني اخرج من المكان هاد. سلام عليكم كيف حالكم؟ ممكن تطلعوني من المكان هاد؟ بدي اطلع من هون من المكان هاد. كيف صار؟ بدي اشوف الايتم اللي بعده 100,000. كاتب هارت فاكتوري. ايش يعني بيلد هارت فاكتوري؟ ببني لي مبنى. لا لازم اطلع والله فوق، لازم اطلع لازم اطلع اشوفه. شايفين المبنى؟ شوف لا انت هذا الايمو. خلينا نشوف المبنى هذا. والله شكله مصنع قلوب. اه والله شكله مصنع قلوب. لازم اروح والله لازم اطلع من هون. سلام عليكم ممكن تعطيني 40,000؟ يخرب بيتك بدي اجيبها والله لا اجيبها. تعال يا حبيبي اعطيني واحده. معنا هاي شريتها ثاني مره فعليا، مرتين تشتريها. لا تمزح صح؟ ما بتوصلني فوق؟ يخرب بيتكم. والله عمال بطلع حبه حبه وشكلي حطول. ايش غير الحل هذا؟ والله والله طلع الحل حلو. كسبت اني جبت قلوب زياده. انزل اعطيني هاي بحتاجها لقدام ممكن. وهلا اجى وقت اني ارسم المبنى اللي عندي. واحد اثنين ثلاثه اكشن. حطني جوا المكان. طب المصنع كيف منظره؟ خليني اطلع اشوف. والله منظره رهيب، نفس الايتم اللي كان بايدي انبنى قدام عيوني. يا سلام هذا الجمال. طيب هلا ايش بقدر اعمل؟ بحكي لي اضغط الزر. ايش راح يصير؟ ايوه القلوب بتمشي بتجيني. والله في قلوب بتيجي قاعده. شوف قد بيعطوني 27,000. يا سلام والله بقعد هيك قاعد اشرع اشر وبعد بشيني قلوب كثير فعليا. يعني هذا مصنع لقلوب، يعني مصنع الاشتراكات كمان. الله يرضى عليكم اشترك. انا هبلكم مقطع اليوم تشترك. تمزح صح؟ لا 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 فلجرات بموت والله. والله شوفوا يعني يعني انا ما كان قصدي والله اني اذبحهم عشان اجيب قلوبهم، ولكن يعني هذا المصنع مصنع لازم يذبح فلجرات عشان يعطوني قلوبهم. قد ايش صار عندي؟ 64,000 65,000 66,000. والله كثير. طب بدي اجرب شغله، هل اذا انا خليت الكوكي يعصب هل راح يصير يذبح الفلجرات؟ روح جوا اذبحهم روح.
ادخل تعال قبل ما يموت تذبحهم. شو رأيك؟ والله بموت بشكل جدا سريع. شوفوا شوف ولك روح اذبحهم يخرب بيتك اي قدامك. اتوقع لازم اوصل 200,000 100,000 هاي اذا استخدمت عليها. ما بتكسر المكان؟ والله المكان ما بتكسر. كيف هيك؟ هذا شكل المكان محمي. ايوه جمع جمع قلوب يا صهيب من الجدار اللي ما بتكسر. وهذا المصنع لازم نوقفه، بلاش اللعبه تصير تعلق. اعطيه الباقي القلوب اللي اجت هذه وخليها نطلع على المكان الجميل لانه في وحوش كثير عمالها بترسبن. بدي اعمل حركه اني ارسبن هذه واصير امشي وانا عامل حركه الدروع. المفروض اني قاعد اجمع بشكل جدا سريع القلوب الى 200,000 167 170,000 180. اتوقع وصلنا 200,000. اه والله وصلنا. انزل يا صهيب املي دروع. وهذا معصب. اه خليك معصب، خليك هيك عشان اي واحد يقرب علي تذبحه. هذا ذبح القلوب. وخلينا نيجي على الشيء اللي بعده. هارت ستيكر لانشر. بطلك قلوب. شوف المدفع، والله مدفع جميل خرافي يا فنان يا مدفع. خلينا نشوف المدفع هذا الخارق ايش بضرب. وين راح يعطيني قلوب كثير ولا لا؟ 1 2 3 اكشن. والله بضرب صاروخ، صاروخ كبير وقلوب خضر كثير. اجتني 14,000 على كل ضربه ب 10,000. لا والله اكثر، استنى اكثر، ارمي هون. يا سلام، شوفوا شكل الصاروخ، شكله على شكل قلب، او يعني مش قلب قلب ولكن يعني بيوحوا انه قلب. فجر اكثر واكثر واكثر واكثر. بس ما بدي اموت يعني. فجر تحتك صهيب. اه فتحتك ما بطيرك. اتوقعت والله يطيرني، حاب اني اطير فوق. بدي اشوف الاشي اللي بعده. 400,000 هذا المنجل تاع الشبح تاع القلوب الموجود بايده نفسه. اه والله احتاج 400,000 والله كثير. انكسر، والله انكسر. تمسح صح، خرب بيتكم. هذا رجعوا رسموا. تعالوا تعالوا والله عشان تعطوني قلوب والله كثير. 150,000. تعال انت موت كمان. يا سلام يا سلام، ما اكثركم انت. اعطوني اعطوني. ايوه هذا الكلام، اعطيني اكثر اكثر. والله انهرت. طلع هذا المدفع له ليمت، ما انتبهت عليه والله. صدقوا في حركه، الحركه انا اعملها حاليا بالسمك هذا. ليه ما اروح عند المصنع وخلي الفليجرات يرسموا يرسموا واقعد اذبحهم؟ والله حركه حلوه بتطلع، ولكن اتوقع اني قربت انه على 400,000. ايوه 400,000، ولكن لازم اجيب لي زياده اكثر. اتوقع هذا العدد كفايه وانا جوعان. كل سمك يا صهيب. تعال يا حبيبي والله تعبت. 400,000 اعطيني اياها. والاتاك تاع 50 يعني قوي جدا جدا. اتحول شكلي، والله تحولت للشبح نفسه، شبح القلوب. قد طيب واد ذس از كليك يمين. الوحوش اللي حوالي ماتوا اللي محدد عليهم واجوني قلوب دايموندية. والله اني اسف، شو رايكم كلكم هيك تجتمعوه؟ ايوه كليك يمين وقلوب كثير تجيني. 300,000 قلب، وانا كنت عاني اني اجيب 400,000. وهذه الها ليمت؟ الحمد لله ما الها ليمت. تعالوا 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 افرجيكم الشبح صهيب، شبح القلوب ايش بيعمل فيكم. 500,000 قربت والله. جمع جمع اكثر اكثر، بدي وحوش اكثر. اسمعك تعالوا انتم موتوا اعطوني، وانتم كمان تعالوا موتوا، وانتم كمان موتوا، وانتم كمان موتوا، وانتم كمان موتوا. قربت اوصل الى مليون، وصلت مليون، مليون قلب. يعني هلا بقدر اشتري اي شيء بدي اياه. هاي ب 600,000، هذه بمليون. هي هارت تاس ببر ضريبه القلوب. لا بتمسح معي، ولكن خلينا نجيب زياده اكثر من القلوب. بدي اوصل مليون عشان اشتري البركه، وبنفس الوقت بحتاج 200,000 عشان اجيب المدفع تاع القلوب هذاك. ولا لا ما احتاج، اتوقع اروح عند التنين. كليك يمين راح يموت على طول. اعطوني اتوقع هذول كفايه. وصلوني مليون؟ لا ما وصلوني. انتوا بتوصلوني مليون بالمية. مليون و100,000. لا لازم زياده زياده. تعال 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 خذوا انتوا كمان موتوا. رسبن هلا شبح القلوب الحقيقي، وناخذ الورقه ونشوف الورقه ايش راح تعمل فينا. رسبنه لما اجى جبت لي كمان مليون زياده. واجى الوقت نعمل كليك يمين. اه اهرب اهرب، خربيت والله. رسبن قاعد بذبح فيه. موت، ما يموت، ما يتاثر بالرمح تاعه هذا او المنجل اللي اعطاني اياه. طب خذ هاي ضربه ضربه. ايوه الحمد لله انه ما بذبحني القلوب كثير. تعال 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 خذ وابلع. لا سويت ثواني حركه القلوب هذه، كليك يمين، بعدين ناخذ هذه بايدنا نصير نطير ويتدمج. يا عنده ضربه خارقه، قاعد بيضربني اياها. ولكن الحركه تاعت القلوب ما هي مفيده ابدا. شيلها يا صهيب، نحاول نضربه بالمنجل تاعنا اللي بدمج 50. والله بدمج كثير. طب اذا مات ايش راح يعطيني؟ هل معقول يعطيني بوابه الاند؟ والله ممكن. موت 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 موت، يخرب بيتك. اي هيك اجتر عليك اجتر عليك. واخر ضربه ومات ورسمت البوابه. اه والله رسمت
صورت شكلها لوب، وهو شكل البوابة كمان طالع شكل قلب. وهلا اجى الوقت نروح عند التنين، وانا موجود معي مليون قلب. تعالوا 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 موتوا، اعطوني مليون قلب قبل ما ادخل عند التنين. ايوه مليون و7000. يا رب يا كريم، ايش شكله؟ هارت كينج. هذا مش تنين. اه والله مش تنين، هذا نفس الزعيم اللي كان موجود. شوفوا عنده تاج. حبيبي السلام عليكم، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. والله بدمش كثير، برص من هذول كمان. تعالوا تعالوا افرجيكم، تعالوا هدي بدروب. والله ما بدمش كثير، بعت نطه ولكن بتدمج شوي. ماش الصوت هاد، ما عجبني الصوت، ما عجبني. موت انت هاد، ولكن اذا دمجته قاعد بهين من هدول كانه تنين. حبيبي انت مش تنين، انت تموت. والله بعمل كليك يمين ما بموت، قاعد يخرب بيتك. طب هيك اضربه، لا في مشكله. طب هيك ما بتدمج، والله ما بتدمج. اتوقع لازم اني افجر جميع الابراج، وانا فجرته. حلو، هلا كليك يمين ما بتاثر، ضربه ما بتاثر، ما بتاثر، والله ما بتدمج. خرب بيتك. وين انا عندي صاروخ؟ معقول هذه هي اللي بتذبحه؟ اوه اسمع، عندي قلب كبير، قلب عملاق. والله شكله هذا حيتفجر ويذبح لي الزعيم، عشان هيك النيوك هذا معي محطوط 20000، باقي 41 40 ثانية ولازم ننتظر. 5 4 3 2 1 موت يلا. ايوه ما مات. عندي حل عندي حل عندي حل، تعال تعال الحاني الحاني، تعال تعال عندي، تعال تعال. توقع برا الفويد انت الان. لا لا ليش توقع برا الفويد الان؟ لما بتكسر بلوكات. طب هاي بتأثر فيه؟ اول ما تأثر اخيرا يا، طلعت اضعف اداء عندي هي اللي بتأثر فيه. شتر يا صهيب، شتر 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 شتر. يلا موت بس، موت موت يا معفن. هذا الكلام. وهلا بقدر يا جماعه اقول لكم وسهلت الحلقه، لا تنسوا اللايك والاشتراك الله يرضى عليكم، واشوفكم بالحلقه الجاي بامان الله. نسيت اذكركم، رابط المتجر تحت بالديسكربشن، اللي حاب يشتري اي قطعه من المتجر يستخدم كودي حرف الاس، حرف واحد لا اكثر ولا اقل.